ولا تحزني
ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك you
وقالت لأختي قصيه
وكذلك نجزي المحسنين ترقب قادر رب
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي
قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أيما الأجلين قضيت فأجلين